أصل كده إيه. عليكم السلام. مرحبا. إيجار بقي إيجار كم ساعة؟ رين رين ساعة. جيب بتاعك بابا والف درا زيني؟ لا مظبوط بتاعك فالنتاين من وانت غير مظبوط. استنى ايه تعمل ايه يا راجل؟ سنكر الموضوع ده. تعمل ايه يا راجل؟ ما اسوي شيء. وبعدين انت جاي هنا تعمل ايه يعني؟ يا رد البقي. مش بتاع البقي ده. يلا امشي يا عم. امشي يا عم. مش بتاع. يلا يلا حبيبي. ما يلا. من انا مستاجرينها يا راجل. ايه من هنا؟ انا اول مره بشوفك هنا. اقول العربيه دي اول مره بشوفها. بابا ليش تأخير؟ ها؟ ليش تأخير؟ لا نيت هني في واحد قال انا مو بالمحل ورديت روح. ما في تأخير مرة ثانية بليز. ما في مشكلة بس خلاص خلاص انا اجيبها هنا. ليش انا هنا اجيب لي ها خلي انتظار مني. ما في روم منك. ها هاي 5 دقائق بس يجي. تعال هنا يا راجل تعال. بقول لك ايه العربية دي وش بتاعتي؟ لا والله ده واحد. اثنين انت عامل لي دقة هنا يعني في المحل ده. كيف اعمل ضجة؟ يا راجل خذ العربية وخلاص ما تخلصني بها. يا ابوي سير هناك تحصل هندي الحين. سير هناك يا راجل. ما فيش اي هندي انا في المحل. هندي قزم شي اقرع. مش اي اقرع واي حاجه يا راجل. ما فيش. كان يارس يا مروان. الله يا مروان. اكلمك انا اولاد الارباب بتاع المحل. انت لو ارباب برايا الارباب ارمسك انا ريالك. انا بتغني. اه تفضل قول. قول يا حبيبي قول. عايزين في شيء. ما تزعقش ما تزعقش. شو ما تزعق؟ شيء هندي كان هالصوب. اعطيت الليسن هذا اجرت الدراجه. اسرع يا ولد حبيبي بس بلاش اي حركه زي كده. يا حبيبي كلمك انا. ما هو انا بكلم الولد ده. طالعني. تفضل يا حبيبي تفضل. انا لا بكلم الولد ده. قول حبيبي في ايه؟ شيء هندي كان يارسني تو الحين. اوعى تدعم اخوك ولا حاجه زي كده. ده الارباب حاجه. كلمك انا بلاك. يا عم انا بتكلم بالاولاد على اساس ما يعملوش اي. طلعني عن طوري حبيبي. اي طور انت اي طور انا بمشي معاك. يعني هذا شو دينس يا بابا؟ دي مش بتاعتي. بتاعت منو يعني؟ مش بتاعتي يدي؟ وانا مالي. الله وانا مالي يعني الدراجه دي بتاعتي مش بتاعتي. انت خلاص مش حاجرك الدراجه مره ثانيه. خلاص مش حاجرك الدراجه مره ثانيه. مش حاجرك الدراجه. يلا امشي امشي خلاص. يلا سيره برا. يلا سيره برا. سيره برا. منو ليس منو ليس شو منو ليس انا توني مستاجر الباقي عندك من ساعه. بعرف شو بدك. شوف يا مشكل. اتفهم معاه بقى اي حاجه بينكم بين بعض. انا مالي يعني. الليسن 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 وين الليسن؟ ليش يضرب؟ 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 والله العظيم بصخر عليك والله. اتفهم معاه. حضري حضري ليسن. استقبل ما ما في هبل. ما في هذا. اسمع انت انا كده يعني ما رجعش يعني ابدا. هات الراجل مامن. هات الراجل ما ادري بابا. ما ادري انت من هذا. ما بعرفش انا من هذا. ما بعرفش انا ما ادري من هذا. استلموا عليه تولدينا. انا ما بعرفش. استبرون انا ما بعرفش. لا لا بلاش انت بلاش انت بلاش انت بلاش انت بلاش انت انت خدت احسن ليسن معنا في برنامج الدوك. انت الكاميرا هنا الكاميرا هنا كمان الكاميرا صغيره هنا. ضحكوا احسن. يلا يا شباب يلا الفلفله روح. يلا يلا خلنا نشوف نشوف المحل 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 المحل. هذا هو هذا هو. مساكم الله بالخير. كيف الحال يا طيب؟ الله يبارك فيك. الف الف مبروك. الف 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 مبروك. انت طبعا سبحانك يعني ما ادري كيف انك دخلت هني. نعم. متسابق رقم 364. اول الرقم 64 نزل عليك. نزل عليك. والف الف مبروك. خدت شيء ولا ما خدت شيء؟ خلاص ما تاخذ شيء لانك الجايزه. بس معنا الجايزه. نعم. وقيمتها 500 درهم. 500 الف. ايوه الف
المبروك المبروك طبعا انت نعم انت طبعا الفائز المثالي المتسوق المثالي في هذه الحمله وطبعا فزت معانا والف الف الف مبروك. وين جائزه زين؟ صدوله اقول لك يعني شو المناسبه؟ لا المناسبه اللي احنا مسويين الفائز الاكبر فيها لهذا اليوم والتسوق الفائز المتسوق وانت فزت بهذه الجائزه بعدني ما اشتريت شيء. لا بس انت كنت من ضمن الفائزين. نص مليون درهم هذه انت شو راح تسوي فيها ان شاء الله؟ بشتري كل السوق. نص مليون ما لا ما تكفي نص السوق. نص السوق. هل كنت تتوقع جيتك للسوق انك تحصل وتفوز بالجائزه؟ لا والله ما قد بي بس ربي قال لي تعال خلينا نشتري اشياء قد بي وياه. حلو حلو زين شو بتسوي في النص مليون؟ يلا عقب بخبرك. الجائزة اللي هي نص مليون. اي نعم نص مليون درهم هو اللي والله ما شاء الله مبروك الف مبروك. الله يبارك في حياتك. زين شو تسوي؟ نص البيزات ان شاء الله بنتبرع فيهن. النص الثاني ان شاء الله بندخل فيه مشاريع. جميل 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 جميل. زين اتعرف على اسمك اسم الكريم؟ عبد البارع ابو السعيد. خالد خالد من؟ علي. لا خالد احمد. خالد احمد هذا غلطانين يا جماعه. خل لحق على الصوب الثاني. خالد علي شو؟ خالد علي محمد. فيصل احمد. احمد عبد الله. فيصل احمد احمد خميس. مو هو؟ اه هو. هلا 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 فيصل احمد. هلا هلا. واحد ثاني طاطر طاطر. الاسم الثلاثي بس عطنا اسمك. سعيد ابراهيم. سعيد سعيد ابراهيم. سعيد سعيد ابراهيم. سعيد لا ما هو يمكن واحد مو هو يمكن لا سعيد ابراهيم. سعيد لا لا مو سعيد ابراهيم. هو لا لا معلش معلش معلش. لا لا مو انت. لا 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 مو انت مو انت مو انت مو انت. محمد عبد العفو. محمد عبد العفو. لا لا يا محمد لحق على الثاني يمكن في الصوب الثاني. طاطر طاطر ما تصبر لانك انت ما فزت حاليا. محمد عبد العفو تلعب باعصابي شو؟ انا ما العب باعصابك. هذا هذا مو باوراق. هذه الجائزه هذه سبحان الله الواحد يوم حصل جائزه حصلها بالطريقه هذه. وطبعا نقول نحن اذا انت فزت شباب خلونا نشوف شو فزت انت الحين. فزت بنص مليون طبعا. النص مليون هذه ما طلعت حظك. طا 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 يا غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونا ننام الليل لعيونك أنا بفكر فيك. حبيت أشارك لأنه أهلي شجعوني أنه أجمع صوتي للعرب كله.